كلما بدأ العراق يتعافى من حاجاته الخارجية للحوم الدواجن، عادت إنفلونزا الطيور لتضرب حقوله من جديد. مصادر طبية في البصرة أكدت نفوق وإصابة عشرات الآلاف من الدواجن في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة إصابتها بإنفلونزا الطيور، ما جدد مخاوف دخول البلاد في أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المال والاقتصاد وكورونا التي يواجهها. لاحظت أنه عندي زيادة مضطردة بالهلاكات، يعني مثل سبيل المثال اليوم 5 باكر 10 15، فشكيت بعدة حالات من نيوكاسل أو أمراض أخرى، لكنه كان شكنا أنه إنفلونزا الطيور، وبالفعل الفحوصات المختبرية رغم تأخرها لكنه ثبتت الإصابة. البصرة إذا استمرت على نفس المنوال عملها يمكن تغطي 60 أو 70% من إنتاج العراق، بينما العراق خلال السنوات السابقة الفترة الفاتت كانت العراق مستورد للبيض التركي أو الإيراني أو الأوكراني أو حتى البرازيلي السابق، لكنه خلال سنتين الماضية العراق راد، يعني نقدر نقول يوصل لمرحلة اكتفاء الذاتي. أكثر من 40,000 طير نفقت أو تم الخلاص منها في محافظة البصرة خلال أيام قليلة من قبل الجهات المحلية التي تواجه تقصيراً حكومياً كبيراً في دعمها لمواجهة عدد الإصابات الذي يتفشى بشكل سريع، في ظل مخاوف كبيرة من انتقال الإنفلونزا إلى محافظات أخرى، ما سيتسبب بكارثة جديدة تعيشها البلاد. احنا اتصلنا بالمحافظة في يومها، يعني يوم طلعت النتيجة يوم 4/6 المغرب بالمحافظة، تم تشكيل خلية أزمة، لكن حبرا على ورق لم تكن أي فعالية لخلية الأزمة. نتصل بهم جمعة والسبت، كون الجمعة والسبت مغلقة تليفوناتهم، ماكو استجابة، ما توفير لا عمال ولا أي شيء، عافونا وحدنا الليل للوي النهار، وهذا الأمر إتلاف مو سهل. الطير كبير يوزن إلى من كيلوين إلى 3 كيلوات، فالعمال يتعبون، والرجل صاحب الحقل يأجر عمال على حساب الخاص، أكياس خلصت لأن كله من جيب الخاص، ويجيب شفت مسائي يجيب شفت صباحي، والعمال كلها على حسابه، ماكو عمال بلدية، ماكو دور أي دور البلدية ما عدا الشفل اللي تابع السفان رجل يشتغل معانا، والبقية لا عمال لا كادر، خلونا وحدنا. ومع التهديدات التي يواجهها أكثر من 6,000 حقل لتربية الدواجن في المحافظات والإهمال الحكومي في متابعة الأعداد الكبيرة للإصابات، تزداد المخاوف من نكسات تصيب الأمن الغذائي في البلاد، والذي بات العراقيون يعيشون تداعيات تراجعه خلال السنوات الأخيرة.